المواهب هي عباره عن هي مكان للعبور. يعني انت مثلا عارفه انت داخله المنافسه هتوصلي لمكان ان انت يعني هتكوني فيه معروفه ومشهوره بيوصلك لبر امان، بس بر الامان ده اوقات بيكون مؤقت. يعني بعدين الواحد لو ما حافظش عليه هيدخل في الخطر، هيتنسي والناس هتنسى، وخصوصا البرامج دي كتيره. بس فهي محتاجه شغل، يعني اكيد هو بيسهل علينا كتير حاجات وسهل عليا انا، بس بعدين محتاجين ان احنا نشتغل على حلمنا اكتر، نشتغل على نفسنا.